السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم بهذه الإقامة السكنية الجميلة التي يعني الأشغال تقرب النهاية نتاعها، واللي تقع في حي بيرجير ببلدية وهران، يعني في الضاحية نتاع مدينة وهران، واللي المنطقة هذه تاع بيرجير تعرف طفرة عمرانية غير مسبوقة، فيه تطور عمراني منقطع النظير في هذه المنطقة نتاع بير الجير اللي مش بعيدة عن المراكب الأولمبي نتاع وهران إذن، وكذلك فيها جامعات وفيها عدة مرافق هامة في المنطقة هذه تاع بير الجير. خليكم تابعوا الفيديو، إن شاء الله تكون فيه تنسيق ونظرة شاملة بالنسبة للمنطقة هذه، باش تكون يعني يكون قطب حضاري جديد بالنسبة لمدينة وهران، قد يعني يعيد توازن إلى المدينة اللي بدأت يعني تكتظ بالسكان والحركة تاع المرورية وكذا. لابد يكون فيه أقطاب جديدة في ولاية وهران لينقص الضغط على المدينة. إذن خليكم تتابعوا الفيديو حول الموضوع. السلام عليكم.